ومن أشراط الساعة أختم بها الليلة الذي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد اللات والعزى وتعبد الأوثان في جزيرة العرب. جزيرة العرب لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الأوثان، لكن مرة ثانية تعود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، وقال لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أليات الألية، ألية المرأة، نساء دوس قبيلة دوس، وهذه ذي الخلصة كان في الطائف، وكان رجل يسمونه يعني ما هم يقولون ملك، كان عنده بيت وناس كانوا يعتقدون في اعتقادات، وبعدها كانوا يطوفون ببيته يعتقدون أن ذي الخلاص يسمونه أنه يخلصهم من الأمور دي من الشر وكذا فيخلص أمورهم، كان يطوفون بهذا البيت، وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه جرير بن عبد الله البجلي فقال ألا تريحني من ذي الخلاصة، فذهب جرير بن عبد الله وحرقه وهدم البيت، لكن سيعود مرة ثانية، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. تضطرب أليات نساء دوس خاصة النساء، لأن النساء سرعي صدق بالأمور، لذلك كم النساء أكثر ما يتبعون دجال النساء، فقالت تضطرب أليات نساء دوس يعني إما يكثرن السفر إليها إلى ذلك المكان أو يكثرن من الطواف حول هذا المكان الذي هو كما ذكر ذي الخلصة. واليوم عبادة الأوثان عادت في جزيرة العرب مع بناء الكنائس في بلدان العربية، معابد اليهود، معابد النصارى للبوذا، هذه كلها أصنام رجعت مرة ثانية إلى جزيرة العرب، ونسأل الله السلامة والعافية. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين سألت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لها لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، فقالت يا رسول الله أما يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعني هذا الدين سيظهر على الدين كله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا الدين سيظهر على الدين كله، لكن قال ثم يرجع الناس شيئا فشيئا حتى يرسل الله ريحا فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى بعد الله شرار الخلق فيرجعون ويعبدون ما كانوا يعبد آباؤهم، يرجعون إلى عبادة آبائهم، يعني آباؤهم كانوا يعبدون اللات والعزى وهم سيرجعون إلى نفس العبادة.